السلام عليكم. تعليقات سريعة على حادثة ومحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب. طبعا الكثير من الناس يتحدث ويناقش وكذا. بعض الناس أول ما يشوف أي حدث في الحياة بأي طريقة كانت على طول مباشرة يقول هذه مؤامرة وهذه مسرحية. مؤامرة من مين؟ مسرحية ليش؟ خطة من مين؟ مدبر من مين؟ مين قاعد يسوي الكلام هذا وكذا، بحيث أنه يوفر على نفسه البحث أو أنه يشوف إيش التفاصيل وإيش الأسباب وإلى آخره. طيب، هل الولايات المتحدة الأمريكية أصلا في التاريخ يحصل فيها اغتيالات لأكبر الشخصيات ورؤساء الدول فيها؟ الجواب نعم. الرئيس الأمريكي كينيدي تم اغتياله، الرئيس الأمريكي لينكولن تم اغتياله، عدد من كبار الشخصيات والزعماء مارتن لوثر كينغ تم اغتياله، والكثير من الشخصيات خلال التاريخ الأمريكي القديم والحديث تم اغتيالهم أو تعرضوا لمحاولات اغتيال. رقم واحد، نعم المحاولات والاغتيالات تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية وضد كبار الشخصيات. اثنين، اللي يتحدث انه هذه مسرحية او الدولة العميقة والدولة مش عارف مين ومش عارف ضد ترامب، واحد يعني ضد ترامب وسوى ترامب الحراسة اللي مع دونالد ترامب، حراسة توفرها الجزء الأكبر من الحراسة الموجودة معه توفرها الحكومة الأمريكية كونه مرشح رئاسي وكونه رئيس أمريكي سابق، وهذه تبقى معه طول العمر كونه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، طول العمر تبقى معه لما يموت. طيب، فسالفة أنه هذه عملية محاولة مفبركة الموضوع بحيث أنه دونالد ترامب يحقق لنفسه أهداف وأمور وكذا كذا وكذا وكذا، هذه مستبعدة بشكل كبير جدا، خاصة وأنه الرجل تم إصابة إذنه وتعرض لهذه الضربة وكان قاب قوسين أو أدنى يروح فيها شطفت إذنه. ترى يعني أعرف أنت حتى لو بتمزح مع واحد وتقول له ترى بطلق رصاصة بس على جنب بحوش لك، ما حد بيلعب منطقة قريبة من وجهه، يعني أنه واحد سانتي ممكن ينتهي به المطاف وهو ضحية هذا القتل. ف لازم نبحث الأمور دائما أبدا بعيدا عن مسرحية مؤامرة ما مسرحية. نعم مفهوم، هذه المحاولة سترفع من أسهم دونالد ترامب، هذه المحاولة ستعزز من حظوظ دونالد ترامب اللي أصلا كانت متقدمة بسبب الأداء الباهت الضعيف في المناظرة من قبل الرئيس جو بايدن. نعم هذه ستخلق حتى شخصية صورة ترامب هو ينزف ودم وعلم أمريكا، فهمت كذا، هذه عند الأمريكان أصلا، وهذا بعضهم يحب السوالف والقصة دي. يا الله خلص. طبيعي عندنا سيستفيد منها وسيحقق ارتفاع أسهم له بشكل كبير جدا، لكن في ذات الوقت قد يشعر هذا الأمر البعض بالخوف فيعزفون عن التصويت لدونالد ترامب ويختاروا مرشح آخر. ما نتكلم عن بايدن، في احتمال كبير جدا أنه الديمقراطيين اليوم يغيرون بايدن، احتمال الله أعلم. لكن الشيء اللي لازم تعرفه أنه تعصب الناخب الأمريكي في كثير منهم ليس من السهولة أن يغير عشان شاف صورة ولا لقطة ولا لا 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 لا, لا. عنده قضية ألف وباء وجيم واستحقاقاتي وما أبحث عنه واقتصادي ومعيشتي وأكلي وشربي وبعض المواقف السياسية خارجية وغيرها ويصوت عليها، وربي لو تصير أنت أقوى شخصية في العالم ما يفرق معه. طيب يا عمر، فين الحراسة وفين الناس وفين لا يصير الكلام هذا؟ يصير الاغتيالات موجودة دائما في تاريخ الحكام والزعماء والقيادات والسياسيين. قيصر تم اغتيال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم، علي بن أبي طالب تم، عثمان بن عفان رضي الله عنه تم اغتيال، موجود موجود. الملك فيصل بن عبد العزيز في يوم من الأيام تم اغتياله من أخو عبد الرحمن بن مساعد اسمه فيصل بن مساعد، طق طق دخل عليه وصفه بالرصاص. تحصل هذه القصص في التاريخ وتحدث، وأمر طبيعي وبديهي. ومهما كبرت يعني شبكات الحراسة اللي عندك، الطريق إليك يكون سالك ومحتمل ووارد في كثير من الأوقات. هذا كثير من السياسيين يفهم الكلام هذا، ففي سياسيين يحاول يقلل من فرص تورطه وفرص اشتباكه مع الناس وزيادة الكراهية بأن يعدل
ولا يخلق حالات غضب وسخط، فيسعى قدر المستطاع أن ينجو. وهناك سيظل من يعيش حبيس الحراسات طول عمره، ما يقدر يخرج بين، ما يقدر يخطب خطاب. هذا خاطب دونالد ترامب رئيس أمريكا في وسط الناس قاعد. اسأل نفسك كم زعيم عربي يقدر يسويها اليوم؟ اسأل شلون تقدر تعطي خطاب زي كذا في الرياض؟ دقيقة، تعال شلون، تعال شلون تقدر تخرج زي رؤساء أمريكا ورؤساء كندا في الشوارع وسط الناس وتعطي خطاب ومفتوح عليك العماير من كل مكان؟ ما تقدر، ما يستطيع. ويفهم تماما أنه في كثير من الأشخاص الذين يتحين من الفرص من أجل الوصول إليه، من عيال عمه، من قيادات عسكرية سابقة، من أشخاص موجودين، من الدول، ممكن تدعم أشخاص آخرين، تدعم أجنحة أخرى، موجود الكلام ده موجود. لكن هل يستطيع أن يخرج بهذه الطريقة أمام الناس بهذا الشكل؟ لا، هو يعرف أنه اليوم منذ سنوات طويلة هو قابع خلف الحراسات ومحاط بها، ما يقدر يحتك مع الناس، ما يقدر يخرج بشكل طبيعي. و و و هذه مهمة. أخيرا وليس آخر، ما حد يقول أمريكا إيش بيصير فيها، بتنقلب بتتغير؟ لا، أمريكا دولة فيها مؤسسات، فيها إدارات، فيها شركات، فيها جذور قانونية عميقة وكبيرة، والناس عايشة فيها. راح ترامب، راح بايدن، جاء غيره، راح تغير كذا 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 كذا، هذا الأمر لن يغير من صورتها وهويتها. لكن نحن لا نحب دونالد ترامب، لكن اليوم تحول عند بعض الأشخاص إلى بطل. في ناس يحبون الشخص اللي يلاحق وطارد وكذا، وعملية اغتيال ومش عارف ينجو منها. ممكن بعض الحكام والزعماء يسوي له عملية اغتيال، حادثة اغتيال وكذا عشان ينجو منها، تصير. لكن حسب الأخبار اللي خرجت حتى من خصوم دونالد ترامب أنه هذه لم تكن يعني مفبركة أو مفتعلة أو مخططة أو مرسومة عشان يخرج فيها دونالد ترامب البطل. تشطف الرصاصة تخبط في أذنك، هذه شوية صعبة يعني، خصوصا نتكلم انت عن قناص فيما يبدو. والله أعلم. نشكركم على حسن متابعتكم، نتمنى أن نسمع أخبار طيبة. وفي النهاية أؤمن إيمان تام أن كل هذه الأحداث ستؤدي، في الأحداث مهما صغرت ستؤدي إلى أحداث أكبر منها. وأنا متفائل دائما بكثير من الأشياء التي تحدث من أمامنا. تقول إحنا دخلنا في أمريكا وحاولت اغتيال وكذا وكذا، أقول لك لا، في لها تدافع، هذا سنة كونية طبيعية، وقد تستفيد منها بشكل أو بآخر. شكرا لكم حسن استماعكم، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، واحذروا الاغتيالات، كونوا أحرارا.